ايه القهوة اللي انت جايبنا فيها دي يا هشام؟ قصدي يا مستر هشام. النبي اقعدي ساكتة، يعني هنتقابل فين في المطار؟ أي حتة تلمنا شوف هنعمل ايه في مستقبلنا. على فكرة يا جماعة والله الشركة خسرتنا. لا والله. لا والله العظيم الشركة دي خسرتنا. تصدق بالله عندك حق. لا بصوا يا جماعة أنا مقدر جدا اللي انتوا عملتوه علشاني. بس بصراحة أكتر حاجة صح عملتها الشركة دي إن هي طردتنا. يا هشام. يا أخي. أنت معانا ولا معاهم؟ يعني ايه معانا ولا معاهم؟ وايه هشام دي؟ ايه هشام دي؟ اسمها مستر هشام. ايه فتحي هتخيب ولا ايه؟ بس بقى يا عم بقى بس. كمان بتشوح لي؟ لا يا جماعه انا اتبهدلت قوي. الله يرحم حضرتك ولو سمحت وسيادتك ساعات كنت بتقولها لي وعزا جدي اللي انا رايحه الساحل، عزا ايه اللي في الساحل؟ هو في عزا بتعمل في الساحل ولا جدك ده عمره شاف الساحل اساسا؟ اه والله الساحل اللي في شبرا. الساحل اللي في شبرا، لا كده منطقي. بعدين يا اخي احنا دينا كلنا هو مطرودين مش لاقيين حتى ناكل. لا هو انتوا كده كده كنتوا هتطردوا. ليه بقى ان شاء الله؟ ايه انت اخر شقه بعتيها كانت من امتى؟ من سنتين. وبقالك قد ايه معانا في الشركه؟ سنتين. وليك يعني تتكلمي يا ايه؟ انت عارفه التيمات التانيه مسمينك ايه؟ ايه كساحات. كساحات؟ عشان كده في الراحه وفي الجايه بقى بيفضلوا يضحكوا عليا. ما خلاص بقى يا هشام، مستر هشام لا مؤاخذه، انت جاي ابن هنا تقطبنا؟ صبحي انا بحبك. وانا كمان. بس انت ما تعرفش تبيع عش التراخ مش شقه؟ انا كنت سايبك بس عشان ظروفك اللي انت كنت حكي لي عليها وعمني ما اقولش لحد. زي مراتك اللي طردتك من الشقة وصاحبك اللي نصب عليك وامك اللي خلاص يا دكتور هشام خلاص. بس برضه هشام يعني الشركات اليومين دول يا اخي ما بقوش عايزين الموظفين اللي عندهم سكولز ولا اللي عندهم اكسبورينس، بقوا عايزين الموظف كده اللي عنده بيرسوناليتيه. وهاوتني بيرسوناليتي واكسبورينس. طب خلي البرسوناليتي دي لواحد اسمه لؤي، اسمه نور، دي اكسنت تبيع بيها طفاشات مش شقق. جرى يا فتحي ده انت نص مرتبك كان بيتخصم عشان التارجت والنص التاني كان بيتخصم عشان عامل مشاكل في الشغل. انت لولا يا فتحي كان زمانك اتحبست مش اتطردت. انا عندي حته دين فكره عبقريه. ايه مشروع فراخ؟ احنا بنفهم في الفراخ. وانت بتفهم في اي حاجه اصلا؟ ارغي. بصوا يا جماعه احنا نفتح شركه تسويق عقاري، ولو على الخبره معانا هشام، سوري اقصد مستر هشام. مش عارف اقول لك ايه صراحه. طب يعني هنفتح مكتب تسويق عقاري ازاي؟ هتجيب منين مرتبات؟ وهتجيب منين ايجار مكان؟ اي كلام بيتقال. ممكن ناخد قرض. ناخد قرض فكره. قرض بضمان ايه بقى؟ بضمان ان احنا رجاله جدعان؟ هو في ايه يا مستر؟ انت عمال تقفلها في وشنا كده ليه؟ يا جماعه اللي انتوا بتتكلموا فيه ده يتحقق كمان 22 سنه، 23 سنه، اقل من كده يبقى عبط. وانا بصراحه لو مشيت بدماغكم هنتقابل كلنا في رمضان اللي جاي في برنامج امهات غريمات. برضك يا اخي عمال تخبطنا وتهبطنا وكتله تشاؤم كده. انت عمال تقفلها في وشنا. احبطك وهبطك واقفلها في وشك؟ انت متداس على وشك يا فتحي. طب والحل؟ بصوا بقى يا جماعه احنا لازم كلنا يبقى قلبنا على قلب بعض. يعني اللي يدور على شغل ما يدورش لنفسه، يدور لينا كلنا كتيم، واللي يلاقي شغلانه يبلغ التانيين. لازم يبقى قلبنا على قلب بعض. اتفقنا؟ اتفقنا.